لأول مرة نجد بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تكالب زعماء العالم على الوصول إلى تل أبيب لدعمها فورا يعني شفنا بايدن بعد أيام هناك شفنا ماكرون شفنا سوناك ما بيعملوا كده في جارات الصراع اللي فاتت ليه؟ أوه. لأن هنا أصبح في تهديد لبقاء إسرائيل أو وجود إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 20 ما جرى في هذا اليوم وفي الساعات الأولى أوه. هو حرب تحطيم أصنام حرب تحطيم أصنام حرب تحطيم الأصنام التي استقرت وعبدناها أو عبدها بعضنا طويلا 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 أهم صنم إن إسرائيل قوة لا تقر طبعا مم. هذا الصنم كان قد حطم قبل خمسين سنة بس جرت أمور معاكسة في الخمسين سنة فجاء السابع من أكتوبر لكي يمسح ما جرى في الخمسين سنة مم. إسرائيل هي الأكثر تفوقا تكنولوجيا، هي الأقوى، هي الأكثر تدريبا، نحن نريد أن نستجلب الحماية من إسرائيل. ودي الفكرة الأساسية في جوهر فكرة اتفاقات ما يسمى اتفاقات أبراهام. اللي هي اتفاقات عقدت بين الكيان الاحتلال وبين دول لم تخض مع إسرائيل حربا واحدة ولا بعيدة عن خطوط الدم التاريخية. صحيح. اثنين الذي جرى كمان انسحب على ما يسمى أجهزة الأمن والقدرة الإسرائيلية على وغزة دي إيه دي إيه ده 365 كيلو مترا وكأي بلد في الدنيا وكأي شعب في الدنيا يعيش في ظروف غزة أو لا يعيش فيها في عدد هائل من العملاء لأن الكل شعب مقاومه وخونته وإلا لم يكن شعبا وإلا جبت لي شوية ملايكة أو جبت لي شوية طبعا, شرطين طبعاً والشعب المصري، الشعب الفلسطيني، أي شعب في الدنيا لا وإسرائيل مبدعة في تجنيد العملاء جميل والظروف كلها مهيأة. طيب كيف لم يمكن لهذه الإسرائيل أولاً أن تواجه ما جرى صباح السابع من أكتوبر من التعمية الكاملة التي أجرتها كتائب القسام أو كتائب المقاومة مم. لكافة أجهزة استشعارها ولكسر الجدار العازل اللي عملاه اللي هو تكلف مليار دولار وتكنولوجيا متقدمه ومش عارف ايه والقبة الحديديه ففكره والقبه الحديديه التي تصمد ضد كل الصواريخ والكذا والكذا ثم كل الانهيار فكره فصل غزه عن المجموع الفلسطيني اللي هي فكره مش انها بتحب حماس او بتحب فتح ما ظهرت الامور على الهوا دلوقتي مظبوط اذا كانت هي بتكره حماس عشان ضربتها وازالت هيبتها وحطمت صنمها طيب ايه رايكم في عباس؟ سلطه رام الله ما آه. هي سلطه وديعه وفي تنسيق أوش. امني وفي كذا، قال لك لا برضو ما تجيش. ده معناه ايه؟ معناه ان اللي حصل في 7 اكتوبر كمان نسف فكره تجزئه فصل غزه عن الضفه. هما مفصولتان جغرافيا خلقه من يوم احتلال في 48، لكن كمان الاتصال السياسي مم. عباس بصرف النظر عن ان هو واخد الجانب الاخر المتطرف تماما لم يقبل به نتنياهو لانه فلسطيني ومن هنا الحرب اللي موجوده الان ليست حربا ضد حماس لا. هي حرب لافناء الشعب الفلسطيني الذي يشكل هاجسا مؤرقا لقادة الكيان والحريصين على بقائه الى اخر الزمان والا كيف تفسر اسمه تريتش مثلا بيتكلم عن انه طلعوا الناس بتوع غزه ده بره لراحه الشعب اليهودي كان العالم كله يجب ان يكون مجندا عشان سياده الشعب اليهودي ينام مرتاح ف